باب من الشرك النذر لغير الله. من العلماء من يقول أن النذر لغير الله شرك أكبر مخرج من الملة. لماذا؟ لأنه عندما نذر لهذا هو يعظم هذا. الحلف بغير الله الأصل فيه شرك أصغر وقد يصل إلى الأكبر، لكن النذر يقول شرك أكبر. أحكام النذر وأحكام اليمين متقاربة جدا، ولهذا الفقهاء رحمهم الله يقول كتاب الأيمان والنذور. لماذا؟ لأن الأحكام متقاربة، فالتقارب جعلهم في كتاب واحد في باب واحد، مفهوم؟ أي نعم. لكن في الحكم لا، الحلف بغير الله الأصل فيه شرك أصغر وقد يصل إلى الأكبر، أما النذر لغير الله شرك أكبر. النذر لغير الله شرك أكبر ولا ينعقد، يعني لا وفاء ولا كفار، بل فيه التوبة، لا بد يتوب. لكن النذر إذا نذر لله لا بد أن يفي أو يكفر كفارة يمين، ولا تتلفظ بالنذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. لا تتلفظ بالنذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير، يعني ما يقدم ولا آخر، وإنما يستخرج به من البخيل. بعض الناس ما يتصدق وعنده عجوز قريب على الموت، يقول لله على نذر لو شب الله هذا العجوز أذبح بقر، تبرأ العجوز، يقول ماذا أصنع؟ أذبح بقر كيف؟ كثير، مفهوم؟ نعم.